طيب خلينا نروح للتمرين النهارده، نطمن على لعيبه النادي الاهلي. معانا زميلنا كريم احمد موجود في النادي الاهلي في الجزيره. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك ولكل ضيوفك الكرام ولكل جمهور النادي الاهلي. كريم، بدايه يعني معلوماتنا كانت ان التمرين النهارده هتبدا 5، بس عرفنا انها لسه باديه يمكن من دقائق، ايه السبب في ده؟ يعني طبعا في البدايه هي محاضره مطوله شويه لمستر كولر، يعني اكتر من ساعه وربع، يعني كنا متواجدين كالعاده طبعا في ملعب مختار التتش للظهور كالعاده الساعه 5، لكن يعني من اقل من 20 او 25 دقيقه ظهر لاعبي النادي الاهلي الملعب مختار التتش. كانت محاضره مطوله فيها فيديو فيها كلام مهم جدا على المرحله القادمه وتحديدا كمان المباراتين القادمتين سواء سيراميكا او الجونه، لان انت عارف زميلي احمد طبعا المؤجلات بتكون مهمه جدا ان انت تحصل منها نقاط، ويمكن كمان فريق سيراميكا بادائه المميز في المباراه الاخيره، عندهم سكواد مميز عندهم مدير فني مميز، عشان كده هيكون جيم قوي محتاج كل الجهد وكل التركيز من فريق النادي الاهلي، وده الحقيقه اللي اكد عليه مستر كولر في الاجتماع اللي زي ما بنقول امتد لاكثر من ساعه و15 دقيقه. لكن بشكل عام يعني طبعا مباراه الامس كانت مباراه مهمه جدا، بالتاكيد النادي الاهلي استطاع ان هو يفوز فيها ومكاسب كثيره جدا، عدد كبير من اللعيبه بيشارك، وده الاكيد اللي بيطمن الجهاز الفني بشكل كبير ان انت تطمن على السكواد بشكل كبير، 9 لاعبين او اقل من 9 لاعبين يكونوا متواجدين، ده امر مهم جدا. لكن كمان النقطه اللي حابين نطمن عليها كل جمهور النادي الاهلي هي اللاعبين اللي يمكن الناس اتكلمت ان في بعض اللعيبه مصابه، يمكن ناس قالت لك الشحات مصاب، اكرم توفيق عنده اصابه، علي معلول، لكن انا بطمنك بشكل كامل كل لاعبي النادي الاهلي اللي ما كانتش متواجده في المباراه الاخيره وتحديدا الشناوي، علي معلول، الشحات، اكرم توفيق، مروان عطيه بيشاركوا في التدريبات بكل قوه النهارده، جرعه تدريبيه معتاده من مستر كولر. كل اللعيبه اللي ما بتشاركش في المباراه او بتكون طبعا على دكه الاحتياط بيكون في تراي ماتش، لكن رغم ضيق الوقت ورغم كل الظروف انت عارف مفيش وقت ان انت تصحح او ان انت يعني تفقد اي لعيب، لان ما بيكون في عدد من قطاع الناشئين متواجد والمعتاد من مستر كولر بيكون في حماس كبير جدا، لكن الراجل النهارده فضل ان يكون في تقسيمه مصغره في نهايه المران. شفنا الحقيقه كل اللعيبه اللي ذكرناهم. كريم وانت بتتكلم معانا انا شايف في التدريب انتوني مودس بيلف التراك كده، هل في حق يعني مش بيشارك مع الفرقه في التمرين؟ هل في حاجه معينه تخص مودس؟ لا يمكن مودست زيه زي طبعا كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه، هو بس يعني كان بيجري بنوع من انواع طبعا البرنامج اللي موضوعه اللي بالنسبه للريكفري، وبعد كده على طول توجه الى غرف الملابس طبعا كالعاده لاستكمال الاستشفاء الموضوع، ما فيش اي حاجه. بنطمن كل الناس كل اللعيبه اللي شاركت في المباراه الامس الحمد لله ما فيش اي اصابات، وزي ما بقول لك اللعيبه اللي ما كانتش متواجده هتكون بمشيئه الله متواجده في قائمه مباراه سيراميكا. احنا عارفين ان مستر كولر بيدي اليوم التالي طبعا للمباراه بيدي استشفاء، لكن اليوم اللي بعديه بيدي راحه، ويمكن زي ما بنقول بكره يكون راحه للفريق للنادي الاهلي على ان يتم العوده من جديد. بالنسبه ليوم الثلاثاء يكون تدريب الساعه 4 عصرا، في اختلاف شويه بالنسبه لتوقيتات التدريب بالنسبه للمستر كولر، لكن طبعا كل ده بينطبق على المباريات، انت بتادي مباراه في تمام الرابعه لابد ان انت تقرب شويه من الوقت، الجو يمكن مقبول جدا ان انت تادي تدريبات في هذا التوقيت، لكن الحمد لله كل الامور طيبه جدا. الاجتماع النهارده او نقدر نقول المحاضره النهارده كانت مثمره ومهمه جدا لفريق للنادي الاهلي، الجديه واضحه بالنسبه للتدريبات، هي مرحله مهمه محتاجه كل الجهد ومحتاجه كل التكاتف، محتاجه ان انت تلم نقاط في المباريات المؤجله تحديدا، عشان كده ان شاء الله بنامل تكون مباراه سيراميكا مباراه مهمه، مباراه تليق باسم النادي الاهلي. انا شايف كمان مهما كان اللي يكون كريم متواجد. شايف يعني عمرو السوليه ظاهر قدامنا في الكادر وبيتمرن، وانا يعني معلوماتي انه برنامجه التاهيلي يعني شبه اكتمل، فعايز اطمن منك على السوليه وامكانيه تواجده مع الاهلي في قائمه مباراه سيراميكا. يعني طبعا هو كان الاعلام من الجهاز الطبي ان عقب مباراه سان داونز السوليه يكون متاح بالنسبه للتدريبات الجماعيه بشكل تدريجي، الحقيقه يمكن السوليه دخل في التدريبات الجماعيه لسه طبعا لم يتم حسم الامر في مباراه سيراميكا، زي ما بقول لك غدا هيكون راحه بعد غدا يكون تدريب، لكن يمكن زي ما بنقول عمرو السوليه جاهز للتدريبات الجماعيه ومنها ان شاء الله للمباريات، ده امر مهم جدا، لعيب مؤثر جدا، ويمكن الحمد لله بيرجع لنا كل اللعيبه اللي فقدناها، يمكن كريم نيدفيد رجع، كريم فؤاد الحقيقه شفناه باداء مميز جدا، اكرم توفيق، الحاجات دي مهمه جدا ان احنا محتاجين كل لعيبه النادي الاهلي اللي فقدناهم خلال الايام الماضيه. السوليه ان شاء الله باذن الله يواصل التدريبات خلال الايام القادمه، لكن لسه لم يتم حسم الامر بالنسبه لمباراه سيراميكا، لكن ممكن يكون متواجد في القائمه بشكل كامل او يكون على دكه البدلاء، لان الجاهزيه مهمه جدا ان انت تكون جاهز بنسبه 100% في ظل ضيق الوقت الكبير وفي ظل احتياج الجهاز الفني لكل اللاعبين، عشان كده ان شاء الله يعني بنعمل لعيبه تحافظ على نفسها خلال التدريبات. المرحله اللي جايه مهمه جدا وتحديدا المباراه القادمه هتكون مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، لكن بشكل كامل لعيبتنا الحمد لله ما فيش اي اصابات، اللعيبة
اللعيبه اللي يمكن اكدنا عليهم مروان والشحات ومتولي ومعلول وكل اللعيبه دي جاهزه بنسبه 100% للمباراه، ويا رب يحافظ على لعيبه النادي الاهلي ويستطيع النادي الاهلي مواصله الانتصارات في بطوله الدوري ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد، دي كانت اخبار تمرينه الاهلي النهارده.